بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران. حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. اه ابني جرجس. عماد. عماد. عماد بولس ال عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكوا وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب على اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا. ويحصل اللي يحصل، الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش، احنا في حماية ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. الاسطور يا ساتر. لمؤاخذة يا شيخ حسن. حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيى العصر. متوضى ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جرى له فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوة. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه وأروم. طيب أنا هروح أصلي العصر وأجي أطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم. انت هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. عيدك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه لعبة؟ يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى. مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة. فاهم؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة، سافلة، منحطة. انت بتستنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا ست فاضيالنا اساسا. عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت. هي فوق وهو تحت. بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقلي ادبك ليه؟ انا امن الجامعه. انت قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا طبعا مش امه. ده قوي ده قوي. ما تسكتوش ما تسكتوش. عم جيت عم جيت بيوتيف. امال انت برج ايه؟ العذراء.
هنكذب من اولها. احمد مورجان proceeds to the dean's office. ايه ده تعبير ده؟ اشرب. انا عطشان اشرب ميه. بيجي اقول له برضه؟ قول لا. انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بكتير، مش قول لا. بريزه كبيره؟ دي فازا سافر من القرن ال 18 تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القول لا دي 90,000 جنيه. ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف ولا احنا يعني مش قد البيان؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ عطشان. اقول لا بلاش بالله دي. انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، امال ايه الومني؟ يا كل حاجه على اللي بيشتغلوا معانا من يوم ما بيتولدوا لحد ما يموتوا. يا ترى هو عارف انا بفكر في ايه دلوقتي؟ اكيد. طيب مش هتشوف الهديه بتاعتك؟ ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ملهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. شو كده لا يطق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه، جنيه ينطح جنيه. حقاو. اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المؤبر. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه كل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. شريف معاك. دعاء؟ لقيتوها فين؟ ايه؟
السمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم، فلا لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم، لقد تلسوعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ، فجعنا في الحج في المح، قد وقعنا في الفخ، وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بيقول لك